الموتكمين في المركب، ولقد ذهبت توسلات تلك المرأة البسيلة سدعا فأنهارت بكية، وكنا نديعة أشخاص نحاول تهديئتها تهديئتها مؤكدين لها أنه سيتم سيتم إيواء ابنها الصغير بالتأكيد ثم ترسلونها في وقت لحكم وقت لحكم إلى غزة، ولكن أبدا إذ راح كنتها يتزايد برغمي مكالاتنا وبرغمي تكمينات زوجها. ثم إذا بعت بها تخوه